ينضم إلينا الأستاذ عبد الحسن الشمري الخبير الاقتصادي. مرحبا بك أستاذ إلى نشرتي الرابعة، وشكرا على تلبية دعوة الحوار. الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بحماية الأموال العراقية، هل هذا كاف إذا ما نظرنا من الناحية الاقتصادية بالنسبة للعلاقة الأمريكية العراقية، وما الذي يمكن للأخير أن يستفيد منها؟ اولا تحيه لك وللمشاهدين الكرام، حياك الله. الحقيقه موضوع الحمايه للاموال العراقيه هذه منذ 2003 ولحد الان تعهدت الحكومه الامريكيه بالحفاظ على الاموال العراقيه وعدم تركها امام الدعاوى القضائيه من ناحيه الدول الاخرى، وهذا ترك صدى. نعم، سيتم حل هذا الموضوع الآن وأنا أسمعك بوضوح. الحقيقة العراق بحاجة إلى رؤية اقتصادية وشراكة حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية دولة متقدمة ومتطورة تكنولوجيا ولديها إمكانيات هائلة من الناحية التكنولوجية، وبالتالي العراق بحاجة إلى هذه العلم وهذه الإمكانية التكنولوجية، لأنه موضوع النفط موضوع مهم وموضوع الغاز موضوع مهم، ويجب أن تكون هناك رؤية اقتصادية واضحة للاقتصاد العراقي في المرحلة القادمة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. نأمل أنه المواضيع أخذت بشكل شامل وكامل من أجل دخول الشركات الأمريكية للعراق، وبالتالي استغلال الثروات الطبيعية الموجودة في العراق من أجل فائدة الشعب العراقي، وحل معضلة الكهرباء. الحقيقة كان لحد الآن لم نسمع حول هذه سوى أنه الربط مع الأردن ومع الخليج، وهذا غير كافي، لأنه يجب أن لا نعتمد ونحن ننتج النفط والغاز ونعتمد على الدول المجاورة والدول العربية، هذا غير صحيح. احنا بحاجة إلى إيجاد طاقة كاملة من التوليد للعراق من أجل توفير الطاقة الكهربائية للشعب العراقي، لأنه عانى منذ 17 عاما وقبلها منذ 91 ولحد الآن من موضوع الكهرباء. والحقيقة حتى الموضوع القطاع الصناعي والاقتصادي متوقف على هذا الأمر، لأنه الكهرباء هي طيب السبب الرئيسي في تطور وتقدم البلدان. سأتيك إلى هذا الملف لأنه متعلق أيضا بكيفية أن يأتي العراق بمحطات تولد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الغاز، وهو يحرق الغاز وبالتالي يستورده. ولكن قبل ذلك دعنا بالشأن المالي أيضا، يعني إدارة الأموال أو الإدارة المالية دائما الخبراء وحضرتك منهم يؤكدون على ضرورة أن نحسن إدارة المال في العراق. العراق ليس فقيرا، ولكن لديه مشكلة في كيفية إدارة الأموال تبويبها والأولويات أيضا. ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال؟ الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تقدم الخبرة الكبيرة والعامة لإدارة هذه الأموال، وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة المالية العراقية، لأنه الأموال العراقية لا تدار بشكل صحيح منذ 2003 ولحد الآن، لكون هذه الأموال بأيدي غير أمينة بصراحة وغير مستغلة بشكل صحيح، والاقتصاد العراقي متذبذب وغير متكامل من ناحية الرؤية المستقبلية. فإذا احنا بحاجة إلى معاونة الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة هذا المال، وبالتالي العراق بلد غني الحقيقة، لكن مع الأسف الإدارة غير كفوة وغير قديرة. بس الآن نتمنى أن يكون هذه المحادثات التي كانت في الولايات المتحدة في واشنطن أن تؤدي إلى تعاون كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق من أجل إدارة المال العراقي في المرحلة القادمة. نعم أستاذ عبد الحسن، الكل يعرف بأن رأس المال ذكي، وبالنهاية هذا الذكاء يمنعه من الوصول إلى أي أرض فيها مشاكل، وبالتالي هل الأرض العراقية مهيئة لجلب الاستثمارات سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو سواها، خصوصا الشركات العملاقة التي هي بالنهاية لا تلوث سمعتها بفساد أو الانصياع لما يجري كما نسمع في العراق؟ حقيقة لنقل الحقيقة كما هي، العراق ما دام في بطالة وفقر وبنسب عالية يتعرض لعدم وجود أمن حقيقي في العراق،
إذن إحنا بحاجة إلى توفير فرص العمل للعاطلين ودفع المجتمع العراقي وتهيئة الأمور من أجل أن يكون ذو كفاف على الأقل، يعني ليس فقيرا. والعراق فعلا هو ليس فقير، وإنما لديه أموال ولديه ثروات طبيعية هائلة جدا يمكن استغلالها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر مع الشركات العملاقة والكبيرة وذات التكنولوجيا العالية من أجل إدارة المال العراقي، وبالتالي توفير فرص العمل للعاطلين للقضاء على الفقر من خلال هذه الفقرة. وهذا جانب جدا مهم. نرى أنه في المجتمع العراقي الآن كثير من الشباب عاطلين على عمل ولا يملك دينارا واحدا، وهذا خطأ كبير ترتكبه الحكومة العراقية. يجب أن تكون هناك قوانين وأنظمة تساعد العراقي على توفير لقمة العيش الكريم في المرحلة القادمة. في حال انسحبت العراق، يعرف الجميع بأنه أحادي الجانب بالنسبة للاقتصاد، يعتمد على النفط كثيرا في رفض موازنة. انسحاب الشركات النفطية العملاقة من العراق، لوكويل وسواها، ماذا يمثل بالنسبة للعراق؟ ما هي انعكاساته؟ حقيقة انسحاب الشركات الكبيرة هذا خسارة للعراق بشكل واضح جدا، لكن احنا علينا أن نضغط على الولايات المتحدة كحكومة عراقية وكبرلمان عراقي وإيجاد تشريع يدفع بجلب الاستثمارات وليس طردها في العراق، وتوفير الحماية الكاملة لهذه الشركات من أجل أن تقوم باستخراج المواد التي يحتاجها العراق والعالم، وبالتالي توفير أموال إلى العراق ولا نعتمد على النفط فقط ولا نعتمد حتى على الصناعة والزراعة العراقية. والآن نرى أن هناك بصيص أمل الحقيقة أنه العراقيين بدأوا يصدرون إلى دول أوروبا وأمريكا وبريطانيا، وهذه من خلال النشرات اليومية اللي نقرأها من خلال التجمعات الاقتصادية. طيب. إذن إحنا بحاجة إلى تعاون الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إقامة شراكة في الصناعة أو على الأقل إيجاد خطوط إنتاج من أجل توفير المعامل التحويلية للمواد المتوفرة في العراق. كلام جميل. إذن أستاذ عبد الحسن، نحن بحاجة إلى سياسة اقتصادية. نحن بحاجة إلى سياسة اقتصادية حرة بمعنى أنها غير خاضعة للرأي السياسي وللتهديد بالسلاح، أو ليس كذلك؟ هو الحقيقة هذه مطلوبة جدا، لأنه العراق لابد أن يوفر الأمن للشركات التي تدخل للعراق أو الجهات التي لديها شراكة مع العراقيين أو مع الوزارات العراقية، لأنه لا يمكن دخول هذه الشركات وهي تحت تهديد السلاح. فإذا احنا بحاجة إلى توفير الأمن من خلال القوانين الجاذبة وليس الطاردة للاستثمار، وبالتالي عندما يتوفر العمل للمواطنين وتوفر العيش الكريم للمواطنين أعتقد يبتعدون عن كل المشاكل التي تؤدي إلى طرد الشركات الأجنبية أو عدم دخولها للعراق. فإذا احنا بحاجة إلى نظام اقتصادي جديد يشارك فيه كل العراقيين من أجل جذب الشركات الأجنبية سواء كانت أمريكية وبريطانية وأوروبية أو من أي دولة أخرى، المهم دعم المواطن العراقي في المرحلة القادمة وإيجاد رؤية اقتصادية واضحة للعراق. هذا الجانب جدا مهم، واستراتيجية صناعية وزراعية، لأن احنا بحاجة لتوفير سلع وخدمات من خلال صناعة عراقية وتوفير الأمن الغذائي للعراقيين. طيب أستاذ عبد الحسن، تحدثت في معرض حديثك عن ملف الطاقة. ملف الطاقة يعاني أيضا انتكاسات كبيرة. على سبيل المثال، نأتي بمحطات للتوليد تعتمد على الغاز، والجميع يعرف أن العراق يستورد الغاز ولا يمكنه أن يحافظ على الغاز الذي يحرق مع النفط. فهل تجد بأن المشكلة بالطاقة هي مشكلة إدارة أيضا؟ وإلى أي درجة تعتقد بأن العراق في ملف الطاقة أيضا يحتاج إلى تنويع مصادر الطاقة؟ الطاقة النظيفة على سبيل المثال، الاعتماد على الطاقة الشمسية، المراوح الهوائية التي يمكن أن نستفاد منها، أيضا ملف السدود وكيفية أن نستثمر السدود في توليد الطاقة كما فعلت تركيا بسد أليسو الذي هو جانب مهم من إنشائه هو لتوفير الطاقة. كيف يمكن للعراق أن يكون إيجابيا في هذه الملفات الشائكة لتوفير الكهرباء لمواطنيه؟ كل ما ذكرته صحيح. ممكن ملف الطاقة النظيفة أن تتوفر في العراق من خلال تخصيصات أموال كالتي تخصص إلى وزارة الكهرباء،
ومبالغ طائلة جدا وكبيرة جدا، إضافة أنه يجب أن تكون الرؤية لدى وزارة الكهرباء رؤية صحيحة، لا بد أن تكون بناء توليد الطاقة الكهربائية يعتمد على النفط الخام ويعتمد على الغازويل وليس على الغاز، لأنه لا يتوفر الغاز في العراق في الوقت الحاضر، أو جلب شركات أمريكية وهي متخصصة في هذا الجانب من أجل الاستفادة من الغاز المصاحب في الوقت الحاضر. وأعتقد أن هناك قرار صار بين الرئيس الأمريكي والرئيس الوزراء العراقي استغلال الغاز الموجود في محافظة الأنبار. أما الطاقة النظيفة فعندنا نوعين، نوع ممكن أن تستخدم في الجنوب والوسط الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح تستخدم في محافظة الأنبار ونينوى لأنه فيها رياح كثيرة وبالتالي تؤدي إلى توليد الطاقة الكهربائية بشكل كامل لهذه المناطق. فإذا العراق بلد متنوع، بلد ممكن أن تستفاد من كل الطاقات الموجودة فيه، موجود من الطاقات النظيفة أو الطاقات الأحفورية. فإذا العراق بلد واعد وكبير جدا، ولكن سوء الإدارة في العراق هي اللي أدت بالعراق في هذا الظلام الدامس يوميا بالعراق من خلال قطاع الطاقة الكهربائية. نعم، ولربما أيضا يحتاج إلى قرار وطني. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الحسن الشمري الخبير الاقتصادي على هذا الحوار. قناة دجلة تكفل لكم حق الرد، راسلونا على news@dijla.tv.